تعال اخدك على حاجه بقى تالته، اللي هي متعلقه اللي كنت بقول لك عليها، بتاعت التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. الناس دي بتشتغل وبتبذل جهد، وبالتالي وهي بتبذل الجهد ده، طول ما انا بشتغل وببذل جهد وبيبقى الجهد ده انا بعمله بقلبي وبذمه، احقق الايه؟ احقق المنجز. تعال نشوف المنجز بتاع النهارده على سبيل المثال من الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله فضل الله. ماذا انجز لنا النهارده التحالف الوطني؟ تجربه التحالف الوطني على مدار الفتره الماضيه اعتقد هي تجربه تستحق الدراسه. تجربه لتوحيد جهود المجتمع المدني اعتقد هي تجربه رائده لم تحدث من قبل في كيفيه توحيد جهود اكثر من 30 منظمه مجتمع مدني في تحسين جودة حياة المواطن المصري. أكثر من 35 مليون مواطن استفادوا من الخدمات اللي قدر يقدمها التحالف خلال الفترة الماضية. 25 مليون مواطن استفادوا من الخدمات في الدعم الغذائي، 5 مليون مواطن خدمات رعاية صحية. أيضا التحالف كمان قدم تجربة رائدة في إخراج عدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية من دائرة العوز والاحتياج والانتظار الإعانة لدائرة المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. ازاي؟ 150 ألف فدان تم زراعتهم عن طريق صغار المزارعين بجهود ودعم بالتحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي، وده ساهم على فكرة في سد احتياجات الدولة المصرية من قمح خلال الفترة الماضية. 149 ألف مشروع صغير ومتوسط تم تقديمهم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية حتى يساهموا في عملية الإنتاج. التجربة تمتلئ بالعديد من التفاصيل التي اعتقد انه خلال حلو. الفترة القليلة دكتور محمد. المقبلة. تفضل يا فندم. ربنا يخليك. اديلي ابرز الامثلة على المشروعات الصغيرة او متناهية الصغر او حتى المتوسطة اللي التحالف ساعد فيها. انا هقول لحضرتك النهاردة مثل بسيط جدا وبنضرب بيه اكتر من عصفور بحجر واحد. المبادرة الخاصة بالمراكب التي تم اعطائها لصغار الصيادين سواء في محافظة أسوان أو في العديد من المحافظات المصرية بهدف إيجاد مصادر دخل بديلة في ظل الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة. أيضا لا أحد يستطيع أن ينكر خلال الفترة الأخيرة ظهرت بعض المؤشرات عن تنامي وصعود ظاهرة الهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات نتيجة للظروف الاقتصادية اللي مش بتعاني منها مصر بس ولكن بيعاني منها العالم أجمع. ففكرة ان التحالف ينزل ويحتك بهذه الملفات ويحاول ايجاد فرص عمل دون انتظار ان تحصل هذه الفئات على دعم شهري او اعانة اعتقد تجربة مهمة. طبعا. ايضا كمان التحالف بيشتغل على موضوع مهم جدا وهو فكرة كيفية استثمار اموال التبرعات بشكل مستمر لضمان الاستدامة. طبعا في ظل الازمات الاقتصاديه من الممكن ان حصيله التبرعات تقل لان انت النهارده بتدفع او بتساهم نتيجه لفائض عندك في الدخل او شيء من هذا القبيل، لكن بكل تاكيد لو الرقم موجود رقم محدد ما بيحصلوش استثمار الرقم ده هينقص، فبكل تاكيد هيجي النهارده على الفئات الاولى بالرعايه. فكره انك تعمل دايره وسايكل كامل موجود ليه؟ ان انت لو بتشتغل على الزراعة ازاي تاخد المنتج من صغار المزارعين تدخله المصانع يبدأ بعد كده كمان النهاردة ان هو يروح دايرة تانية عشان يوصل للفئات المستحقة. هايل. قلت لي انه ازاي بنقدر نستغل اموال التبرعات، هل ده يعني انه المصدر الرئيسي لتمويل كل هذه الانشطة والوصول الى كل هذه الانجازات هي التبرعات من المجتمع؟ تخليني اقول لك ان برضو احد ما يميز تجربه التحالف انه كل الارقام اللي قلت لحضرتك عليها لم تاخذ من ميزانيه الدوله المصريه جنيه واحد فقط. عندك 14 مليار جنيه تم دفعهم من موازنه مؤسسات التحالف لتعزيز مستوى حياه اكثر من 35 مليون مواطن. توحيد الجهود ما بين المؤسسات الشريكة أعضاء التحالف وامتلاك قاعدة بيانات موحدة تم إعدادها بعناية من آلاف المتطوعين الموزعين على كافة المحافظات المصرية ودراسة الحالات بشكل جيد ضمن أن تصل الإعانات لمستحقيها الفعليين.
زي ما حضرتك عارف كان عندنا مشكله خلال الفتره السابقه ان احنا ممكن جمعيه سين تنزل على القريه تبدا توزع مواد غذائيه، تخرج جمعيه وبعدين تروح داخله جمعيه ثانيه وثالثه وهكذا، وبالتالي ما فيهاش اي النهارده وجود الخدمات. يعني علشان دي كويس، علشان دي حاجه مهمه جدا قد يتساءل الكثيرين عنها، مصدر التمويل ايه؟ وحضرتك اجبت بمنتهى الوضوح، التمويل بعيد عن الدوله تماما، التمويل مصدره الرئيسي هو التبرعات، صح الكلام ده؟ وكمان دلوقتي التبرعات اصبحت تستثمر، يعني الفكره كلها انت مش بتعتمد على ان المبلغ جاي لك النهارده، لو يعني احنا لا قدر الله برضو حاطين خطه، لو الناس النهارده عندنا حصيله التبرعات قلت، هل استحاله تتوقف المؤسسات بتستثمر ازاي التبرعات يا دكتور؟ بتستثمر ازاي التبرعات؟ عن طريق النهارده مجموعه من المشروعات، وده هيودينا لنقطه ثانيه، وحضرتك النهارده احد اعضاء البرلمان، يعني بنتكلم على الهات الثانيه الموجوده، حضرتك عارف ان القانون 149 لسنه 2019 في اخداع المجتمع المدني المصري اتاح لمؤسسات المجتمع المدني اقامه مشروعات بهدف تعزيز مواردها. مظبوط. فده النهارده كان جزء مهم، انك ازاي تستغل المناخ الداعم والبيئه التشريعيه المتطوره التي اتاحتها القياده السياسيه حتى يتم اشراك المجتمع المدني بشكل فاعل وحقيقي في عمليه الاصلاح والتنميه، وان تقوم مؤسسات التحالف باقامه مجموعه من المشروعات العائد بتاعها لا يذهب الى جيوب افراد ولكن يذهب الى مؤسسات التحالف حتى يتم الصرف منها على الانشطه. طيب ابرز المشروعات، ابرز المشروعات دي زي ايه يا دكتور؟ لان انا اعتقد انه برضه بيبقى مهم لينا احنا كمواطنين ان احنا ندعم او نقوم بدعم هذه المشروعات ونتعامل معها قدر الاستطاعه، لانه من شانها انها تزود مواردكم وبالتالي تذهب الى الفئات الاكثر استحقاقا. بقول لحضرتك يعني احنا عشان خاطر ان احنا عدد من المؤسسات، انا مش عايز اذكر المشروع واقول لحضرتك مشروع تاني، ولكن خليني اقول لك ان المزارع نفسها اللي بيمتلكها التحالف ايضا كمان النهارده، المزارع اللي بيمتلكها التحالف ومؤسسات التحالف دلوقتي اللي بتطلع النهارده منتجات بتدخل في الاسواق، وده على فكره حضرتك استثمار. في نفس الوقت كمان في تجربه مهمه جدا محتاجين ان احنا نشير ليها، وحضرتك اكيد تتذكر مبادره كتف في كتف اللي افتتحها السيد الرئيس 17 مارس، واللي كانت بالفعل تجربه رائده ان صحيح. كيف استطاع المجتمع المدني المصري في عز الازمه الاقتصاديه تدبير احتياجات اكثر من 6 مليون عبوه غذائيه في هذه الفتره العصيبه لسد احتياجات المواطنين في ظل ازمه غذاء بيعاني منها العالم. وفي نفس الوقت حضرتك محتاجين ناخد ملاحظه مهمه، ان هذه المواد لم تحدث ضغط على الاسواق المصريه. فكره ان يبقى عندك منظومه موحده ومنظومه للشراء الموحد انها تقدر تتعامل بشكل مختلف، خلت النهارده لو فاعل خير عايز يشتري، تخيل كده حضرتك ال 6 مليون كرتونه دول لو مؤسسات التحالف اشترتهم بشكل منفرد من السوق المصري، هل كان المواطن الطبيعي من الممكن النهارده ان هو يلاقي السلع اللي هو بيحتاجها؟ ففكره ان يبقى عندك نظام وسياسه وبعد النهارده واستراتيجيه واضحه انك ازاي تساعد الفئات الاولى بالرعايه دون ان تحدث ضغط على الاسواق المصريه، وايضا المنتجات اللي انت تستعملها تكون النهارده تقدر تشغل بيها مصانع، صحيح. تشغل بيها ايدي عامله، صحيح. تفتح بيها النهارده بيوت ناس، ده جزء مهم. راس مال التحالف الحقيقي يا فندم هو مش اموال التبرعات، راس مال اموال التحالف هي الافكار الموجوده داخل مؤسسات التحالف التي تمتلك سجل طويل من الخبرات على مدار عمر طويل. حضرتك احنا مش 32 مؤسسه اعضاء التحالف، ولكن احنا لدينا مؤسسات هي مؤسسات قاعديه. ما تقوليش ان مؤسسه زي بنك الطعام، مصر الخير، الأرمان اللي تحتها هي مؤسسه مظله لاكثر من 5000 جمعيه بتاخد بالفعل النهارده منها سواء دعم غذائي او دعم صحي وغيرها من المؤسسات، اعتقد فالموضوع مش 32 مؤسسه، الاتحاد العام والتاريخ تاريخ العمل الاهلي في مصر طويل، يعني يمتد لاكثر من 200 سنه. انا بشكرك جدا دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري، وطبعا عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.